اخوتي السلام عليكم. فيديو جديد مع مورايد. هذا الفيديو هذا غيكون تتمه لواحد الفيديو فايت درته من قبل. المهم هذا الفيديو جا تحت الطلب ديالكم. شحال من واحد صيفط ليا ميساج قال لي عافاك دينا الجزء الثاني ديال كيفاش تعلم سوق الموتور. قلت لي مالا. المهم هذا الفيديو كنبارطاجيه مع الناس اللي عاد بادين في الطريق بالموتور. المهم داكشي اللي قديت عليه واللي قديت نفيد به الدراري غادي نشاركو معاكم من بعد الانترو. بيس. خوتي مرحبا بكم من جديد. كما عرفتوا الفيديو اللي فات كنت المهم عرفنا ابجديات ديال الموتور، لومبرياج فينا هو الفران الفيتاس، يعني داكشي البسيط اللي خص بنادم اللي عاد بادي يعرف. فهاد الفيديو هذا غتكون كماله ديال الفيديو اللي قبل وغادي ندوزو للبراتيك. ما غاديش نوريك انا الاسبقيه عند من والستوب فين غتوقف وداكشي اللي تعلموك في لوطو ايكول ولا لا، غادي نحاولوا نشوفوا شي حوايج اللي تكتسبهم بنادم مع الممارسه، تكتسبهم مع الوقت. هذا الشيء اللي غادي نشوفه ان شاء الله. الضوط انا خويا ديما توصل له نوض على الكوسان، راه غادي تحس بواحد الدقه تكلم لك في السلسل ديالك. يعني الضوط احسن حاجه توقف ولا تنقص السرعه، غير هو لو وصلتي له وانت غادي مجهد غير نوض بعدا على الاقل تنقص الضربه عليك بعدا. اخوان الفيديو اللي فات كانوا وصلوني ميساجات، اللي فات ولا قبل اللي فات، المهم واحد في الجوج وصلوني ميساجات باللي راه الصوت ما واضحش اولا النفس ديالي تسمع في المايك. دابا راه بدلت له البلاصه تما فين كان البروبليم. دابا نطلب الله يكون الصوت مسموع. ديما بحال هكا في شي كروازما شي حاجه شوف الطوموبيل اللي قدامك واخا تشوفها واقفه واخا تشوفها راه وقفات وهذه ما تثقش، حيت شحال من مره تيوقفوا تلقى وقفات لشي طوموبيل اللي دازت قبل ماشي ليك نتايا وانت تلقاه كاع ما شافكش، تلقاه تقرب حدا تيزيد وتيوقع المشكل. الله يسر. يعني ديما بنادم ديال يعني فاش تركب على الموتور، فاش تركب على الموتور ما امكن ماشي تقول صافي راه الحق ديالي انا اللي غندوز، لا غادي تيديروا صحاب الطوموبيلات الموتور لا، واخا الحق ديالك خصك دير منه اتونسيون ولا يمشي يقيسك، حيت فاش كتجي الضربه الله يسر راه ديك الساعه كيكون فات الفوت ما تتبقاش عاد ديك ترجع للور. كروازمون واخا تكون الاسبقيه ديالي انا اللي خصني نقص، انا اللي خصني حيت انا اللي غاتجي فيها الضربه الا دخل فيها هذا، هو راه ما غيوقع له والو تشرع له غير الطوموبيل، انا راه غاتجي فيها الضربه انا على سر ديالي، وانما ديما دير في بالك هاد خونا ما غاديش يوقف ليا. وفاش تكون دوبل فوا حاول ما امكن ما امكن ما تبقاش، انا نوريكم عن قرب يعني دوبل فوا هكا باش تكون غادي تجري ما تكونش ما تبقاش غادي كتجري جنب الحديد في هاد الفوا هذا اللي عليه من لا، شد اللي على اليسر اللي يخليك واحد المجال فين تهرب لشي واحد لاخر جلاك ولا شي حاجه فهمتي، ما امكن حاول ما نبقى يشد هاد الطريق هادي، واخا راه قانون السير خصك تشد اليمن ديالك لا كلشي غادي، ولكن اغلبيه المطرة تيمشيو بسرعه يعني راشد اخويا اليسر، واخا تكون غادي ماشي بسرعه المهم حيتاش على اليمن شي واحد على غفله تيحل عليك الباب، شي واحد على غفله تيخرج لك ما تيخليكش الوقت فين دير ديك الرياكشن ديالك ديك التهرب. اما لو كنتي هنايا وواحد مثلا عاد داخل الطريق يدخل، المهم واخا كاع يكون باغي يجيب الدوم يجي شي مرات يديرو مساخيط غندور غير هنا شي مرات يديرو مساخيط من بلاصي على اليمن تيديرها ما تتبانلوش تيطل ما تتبانلوش تيجمع الدوم يجي باش يدور في الطريق، وشحال من واحد مات بهذه الطريقه هذه بزاف، تنشوف انا القصايد تيوقعوا بهذه الطريقه يعني كاين متعورين بزاف، بنادم تيعكز يمشي يجيب الرومبوان من لهي ويرجع تيطل ما تيبانلو حتى واحد، الطريق خاويه في بلاصه تيجمع الدوره هذيك الساعه فين تيجي هو يدوز الفيتاس ويكسير يجمع الدوره تكون انت وصلتي عنده تيكون الموتور وصل حداه ما تيبقاكش الوقت فين عاد تهرب وداك الشيء. المهم على الاقل شد اليسر باش حتى لاشتي شي حركه ماشي هي هذيك كتزيد تهرب. ديما باش تقضوا بالحديد تقضوا بهم بالاتساع ماشي تدوبلوا ثلاث قناصق حداه.
انت غضب الطوموبيل شي حاجه ضوب لها وبعد عليها عطاها واحد المتر ديالها او متر ونص شحال واحد تيضوب له تيضوب هو لاصق على الطوموبيل الاخرى هيك يقدر ما يشوفكش ولا شي واحد يحل الباب ولا شي حاجه الا غفله تيبقاكش وقت فين تفكر هانتوما ديما ضوب له وعطيه اتساع كاع لك الشيء الماكسيموم اللي تقدر تبعد عليه بعد تقدر تشوف اي واحد في الطريق فاش تركب على الموتور تقدر تشوف اي واحد في الطريق على اساس انه ما تعرفش السوق على اساس راه اي حاجه على اي شيء راه متهور على اساس راه غيدير شي حاجه خايبه يعني هكا تبقى تفكر فاش تركب على الموتور يعني ديما دير اتونسيون بنادم هذاك راه يقدر يدير هذا ديما توقع الاسوء ما تبقاش غادي تقول لا لا راه يكون شافني لا راه يكون ديما توقع الاسوء من الطرف الاخر باش هكا ديما تبقى حامي راسك نتايا دير راسك انت هو مولع قال انت هو اللي بحال انت هو داك الكبير اللي خص يرد البال من الطريق وكذا هكا خص بنادم يدير ماشي تبقى غادي بلو شوفونا حنا هما المتهورين راه يعني اي واحد يدوز الطريق بالموتور راه بموتور ديما دير هاد العقليه في دماغك ما عمر غيوقع لك شي حاجه ان شاء الله ديما دير احتياط ديالك هذا يقدر يقطع شي واحد هنا كنمشيو بشويه ويزيدوا على الطريق هذا مع الطوبيس هما الطروبيلات تنشوفهم في وسط الدجاج ديالهم تيقدر تيبان لك الا كان قطع شي واحد ولا شي واحد اللي كان دايز ودوك الناس اللي قبل ما تيسالي ستوب تينوض زعما راه مطور تيقطع هو راه في ديك اللحظه تقدر توقع شي حاجه خايبه يقدر شي واحد اخر عاوتاني شو كيجي كطلب نتايا ستوب مازال يلاه في ديك جوج جواني قبل ما يشعلوا ثلاثه تقطع تتسبق في الطريق تيجي الاخر عاوتاني من الطريق الاخرى تيكون عاوتاني هو قبل ما يشعل ستوب صافي يلا بدا تيسني بالليموني وقدر كاع يشعل تيدوز معاه طاير مجهد باش ما يشدوش ستوب تصدق حتى كتلاقى انت وتتلاقى وتتلاقى معاه هو بحال واحد الكاميرا خفيه كانت دازت في التلفازه واحد الطاكسي تيركبوا مع الكليون اش كيبقى يدير في الضوء الاحمر ماشي يوقفش تيبقى يحرق الضوء الاحمر وتيبقى يقول له صاحبي اش كدير كيقول له لا ما تخافش خوك بروفيسيونيل خوك بروفيسيونيل وفاش مشى للضوء الخضر هو يوقف قال له صاحبي واش احمق الضوء الاحمر تتحرقوا والخضر تتوقف قال له لا تلاقيت مع شي واحد بروفيسيونيل بحالي وبحال هكا غادي يوقع خويا الله يحفظك الله يسهلك فاش تكون ضاير في شي رومبان ولا شي حاجه ديما بعد عطاتي ساعه دوك الخطوط طربو تيكونوا شي مرات يزلقوا ولا تتكون رومبان وهي مالسه بزاف تكون بحال بحال الزليج حاول ما امكن ما تدورش فيها مجهد دور غير بشويه هذا تدور فيها شي مكسيري تجيب الربحه ها انتم بحال هاد الفيراج هاد الرومبوان هادي راه كاين الرومبوان اللي ندور فيها مجهد ولكن هادي لا هادي كتبان كامله كتبري ها انتم الشو يعني كامله تتبان تتزلق تكسيري فيها شي شويه تمشي دوبل بالتيسع انا ماشي تنبقى انا ماشي تنقول لكم هنايا تندير راسي راني سواق ولا راني تنطير ولا شي حاجه لا حاشا انا هيك كيما قلت لكم يعني ضروري اي واحد غتلقى كيدير شي حوايج زوينين واي واحد يعني تنحاول ما امكنش نشارك معكم داكشي اللي كنعرف هذا لا اقل ولا اكثر باش ما يجيوش شي وحدين في التعليقات يقول لك هادي واخا الحمد لله كاع الفيديوهات ديالي كتلقى تعليقات ايجابيه ما كاينش زعما داك المهم اللهم لك الحمد ديما فشي فيراج يغلبك شي رومبوان تغلبك هكا شي راسك بحال اللي غادي تزلق ولا شي حاجه ما تفرانيش بالقدام الا فرانيتي بالقدام راه تقدر تمشي الله يسلمك خصوصا ما كانش عندك لا بي اس يعني يحاول في الفيراج فاش تفراني والموتور مايل فراني باللور باش تصحح الاتجاه ديال الدراجه ديالك اولا توقفها مزيان فهمتوني شنو بغيت نقول يعني بحال دابا انا فيراج غلبني الا فرانيت بالقدام هكا وقدر الله يستر مشينيش نعنق هذا التريبورتور ولكن الا فرانيت باللور بحال ديك الرويضه اللورانيه غدير بحال اللي فرانس سايك وتزيد تقاد شي شويه ومنها نقصت السرعه ديال الموتور تقدر دوز بينات هادو ولكن خصك تاكد بلي هادو ما تيتقاربوش بحال اللي بقى حاضرين بحال واحد شي شويه شوف بلي مول الطاكسي ما تيقربش عند هذا وهذا ما تيقربش عند هذا وفاش دوز من ديك البلاصه دوز وجه مكسيني شي شويه واحد الحاجه اخوان ما حد حنايا في هذا رمضان يعني استغل الفرصه نقول لكم راه في رمضان ديك الوقيته بلاد الوقيته بالضبط دابا المغرب واش هذه الطياره هذه ولا واش الطياره هذه طيارة هادي جات حديدة تبارك الله اللهم بارك في 10 متر بدا تلقى داير الثمن هادي كاين اللي كيموت على هاد الحديد
والله نقول لكم قطعني داك مول الطياره يعني قبل الفطور هذا لقيتها بالضبط المغرب غيود هنايا مع 6 وشي 57 وقيله دابا 6:34 يعني باقا ما كملاش ثلث ساعه يعني هاد الوقيته بالضبط حساسه بنادم يدير منها اطونسيون ويضاعف الحيطه والحذر ديالو راه هنا تيكون الناس غادي طايرين منهم حنا وجبد ها هو بنادم تلقى تيولي شي وحدين تيجريو بالجهاله تيسحبوا ديك 5 دقائق ولا تعطل على الفطور ولا 2 دقائق راه هي فين غادي صافي دير الوقت ديالك ونوض بكري باش تجيب الوقت هو هو ما جيتش خليتها تبقى واحد شويه تولي كطير يعني فهاد الوقيته هادي تيكون من تيجري بزاف يعني تحرقوا سطوب كرواز ما تيشوفش واش كديز شي واحد يعني هادي خصني نذكر عليها في رمضان قبل ما نفطر ديروا رد البال من اي حاجه اي حاجه رد منها البال شوف هادي واقفه رد منها البال خوتي هادشي اللي كاين في لا فيديو ديال هذا النهار واللي ما تفرجش في الفيديو الاول ديال كيفاش تعلم تسوق الموطور تاع كيفاش دوك الابجديه ديال داكشي الصغير يعني كاين لومبرياج من الفران كي درت قلاع باش ما يسكتلكش الفيديو ها هو خلي لكم هنايا رجع تفرج في هذا الفيديو هذا راه عنده علاقه بهذا الفيديو اللي تفرجتي فيه دابا وما تنساوناش من اللايك ديالكم واللي كومونتير وكان معكم مرايد وتهلاو تلقاو في فيديو جديد بيس.